ها يلا الاي جي ار بي يا شباب ده راوتينج بروتوكول بتاع سيسكو عامل زي الريب وزي الاوز بي اف بس دوت ما كانش بيشتغل غير على الراوترات سيسكو لحد امتى لحد امتى لحد 2013 الاي جي ار بي ده ما كنتش تلاقيه على اي راوتر غير سيسكو لحد 2013 بعد 2013 سيسكو لقت ان محدش بيشتغل اي جي ار بي خالص حتى الناس اللي بيشتروا منها اجهزه بيشغلوها اوز بي اف فقاموا فاتحين اوبن ستاندر يعني ايه اوبن ستاندر ان اي حد ممكن ياخد الاي جي ار بي ده ويحطه على الراوتر بتاعه وبلاش تمام يعني ممكن كمان سنه سنتين تلاقي راوتر هواوي نازل عليه اي جي ار بي مفيش مشكله خالص لان سيسكو فتحته كده ايه للناس فتحته اوبن ستاندر من امتى من 2013 طيب هنتكلم في الشابتر ده بقى على الاي جي ار بي الاي جي ار بي طلع سنه 92 وهو كان بتاع سيسكو سيسكو بروبريتري ما كانش بيشتغل غير على اجهزه سيسكو فكان لازم عشان تشغل الاي جي ار بي لازم الراوترات بتاعتك كلها في الشركه تكون ايه سيسكو لانه ما بيشتغلش مع حد غير مين غير سيسكو الاي جي ار بي سنه 2013 راحوا فتحينه از ايه از اوبن ستاندر البيزك فانكشناليتي بتاعته اي حد يجي ياخد الفانكشن بتاعته ويشغلها عنده على الراوتر بتاعه اي فيندر هو ادفانسد ديستانس فيكتور راوتينج بروتوكول من نوع زي الريب بالظبط بس هو ادفانسد حاجه جامده شويه جواه مكنه بتحسب البيست باس اسمها دي 1 ونعرف ازاي هو بيحسب البيست باس هو الريب كان بيحسب احسن مسار بناء على ايه حد فاكر هوب كاونت طب والاوز بي اف الكوست 10 اس 8 على باند ويت اللي هو الكوست تمام الاي اي جي ار بي بقى لا له معادله ثانيه خالص هنشوفها حالا بيحط فيها باندويتس ولود وريلابيلتي وديلاي طيب بيعمل جدول للجران زي مين زي الاوز بي اف عنده جدول اسمه الاي جي ار بي نيبر محطوط فيه الراوترات اللي شغاله اي جي ار بي اللي حواليه شكل الاوز بي اف بالظبط وعشان كده في ناس بتقول ان الاي جي ار بي واخدين الحته دي من الاوز بي اف تمام طيب بيستخدم بروتوكول اسمه الار تي بي عاملين له بروتوكول لوحده اسمه الار تي بي ده بيعمل ايه الاي جي ار بي شغال هنا اهو في اللاير دي في الترانسبورت لاير عندنا حاجه اسمها تي سي بي وحاجه اسمها ايه لا هو بيستخدم لا تي سي بي ولا يو دي بي بيستخدم حاجه لوحده كده عاملين له حاجه لوحده اسمها الايه الار تي بي بيشتغل معاه يبقى عملوا بروتوكول لوحدهم كده اسمه الار تي بي بيشتغل مع الاي جي ار بي في لاير 4 عشان لما تبعت لي هلو ارد عليك بهلو تبعت لي ابديت ارد عليك باكنولدج مين اللي بيهندل العمليه دي بروتوكول الار تي بي اللي هو بيهندل ريلايبل ترانسبورت بروتوكول ان اي حد يرد يديني رساله ارد عليه برساله ثانيه فده اللي بيعمله مين الار تي بي الاوز بي اف خدوا بالكم الريب شغال يو دي بي والاوز بي اف شغال يو دي بي في لاير 4 طيب الابديت اللي هو بيبعته الريب كان بيعمل ايه فيرجن 1 فاكرين كان بياخد الجدول بتاعه كله ويبعته لجرين كل 30 ثانيه لا يا معلم ده بيبعت بارشل ابديت يعني ايه بارشل يعني الجزء اللي حصل فيه تغيير بس صح كده الجزء اللي حصل فيه تغيير بس يعني مش كل شويه بس ما هبعت لك الشبكه يا اما انت بعت لي من شويه ولما يجي يبعت الابديت فاكرين الريب كان بيبعت ابديت على كام ادرس الريب فيرجن 1 لا الريب فيرجن 1 الريب فيرجن 1 كان بيبعت الادرس بتاعه على مالتي على برودكاست اي بي الريب فيرجن 2 كان بيبعت على مالتي كاست كام 009 طب الاوز بي اف فاكرين لو انت بتبعت للدي ار والبي دي ار كنت بعتهم على 6 لو انت تبعت للناس كلها كنت بعتهم على كام 5 الاي جي ار بي زي الناس الجديده دي لما يجي يبعت الابديت بتاعه بيبعته على 10 224 0010 وعشان كده بيقول لك باوندد ابديت باوندد ابديت يعني ايه ابديت محصور بس على الراوترات اللي حواليه اللي شغاله اي جي ار بي يعني لو في حد جنبي شغال اوز بي اف وانا اي جي ار بي ما بعتلوش ليه لان انا ببعت على ادرس كام 10 تمام كده ببعت على 10 حلو طيب بيسبورت ايكوال والان ايكوال كوست لوب بالانس يعني ايه ايكوال يعني لو عنده اكتر من طريق متساوي في المتريك يحطهم كلهم في الراوتينج تيبل
لا ده هو كمان في اوبشن هناخدها في سيسن بي لو عنده اربع طرق واحد فيهم احسن واحد والثلاثه التانيين اقل منه يعني اعلى منه في المتريك. لا في اوبشن كمان لو هم مش مستويين في المتريك تحطهم كلهم في راوتنج تيبل بدل ما تسيبهم فاضيين كده مفيش ترافيك معدي عليهم تستخدمه حاجه اسمها ايكوال. يبقى في الايكوال اللي هو العادي بتاع كل الناس لو عنده اكتر من طريق متساوي في المتريك او ان ايكوال يعني مش مساويين فين في المتريك. الاي جي ار بي يا جماعه حاطين فيه بروتوكول اسمه بروتوكول ديبندنت ميديول. بيعمل ايه البروتوكول ده؟ كل الكلام ده نظري ما بيجيش في الامتحان. ايه البروتوكول ده ديبندنت ميديول ده؟ فاكرين لما خدنا الاوس بي اف قلت لك احنا عندنا اوس بي اف فيرجن 2 بيشتغل مع الاي بي فيرجن 4 واوس بي اف فيرجن 3 الله يكرمك بيشتغل مع الاي بي فيرجن 6. يعني هم عملوا نسخه 4 وفي نسخه 6. اه لا يا معلم الاي جي ار بي بقى هي نسخه واحده بتشتغل مع 4 و6. ازاي عاملين جواه بروتوكول اسمه بروتوكول ديبندنت ميديول على حسب الشبكه اللي انت شغالها اي بي فيرجن 4 اي بي فيرجن 6 يغير في نفسه من جوه. حلو كده تمام. ده مين اللي بيعمله؟ البروتوكول ديبندنت ميديول. بس ده فايدته. طيب الاي جي ار بي كمان بيقبل اوثنتيكيشن. فاكرين الاوثنتيكيشن اللي احنا خدناه مع الاوس بي اف؟ نروح على راوتر نحط باسورد، نروح على الراوتر الثاني نحط نفس الباسورد على نفس الانترفيس عشان لما يجي يبعث الابديت يكون ايه مش شفر. تمام نفس الكلام الاي جي ار بي بيعمل اوثنتيكيشن وهناخدها عملي. طيب الاي جي ار بي بيبعت خمس انواع من الباكت. ايه ده؟ لا احنا نرجع بقى تاني نراجع الكلام اللي خدناه. قلنا اي راوتنج بروتوكول في الدنيا له كم مكون ومحمد مشيرها على النت صح كده؟ محمد فوز ربنا يكرمه شارع على النت اهو. اي راوتنج بروتوكول له ثلاث مكونات. لا 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 المسج الاول مفيش اوثنتيكيشن يا اخوي. التيبلز يا واد الالجوريزم والالجوريزم اهو. الاي جي ار بي بيبعت خمس انواع من الباكت. باكت اسمها هلو. ايه ده؟ ده زي الاوس بي اف يا عم. اه ماشي. وباكت اسمها كويري وباكت اسمها ابديت وباكت اسمها ريبلاي وباكت اسمها اكنولج. هقول لكم بيعملوا مين دلوقتي. الاي جي ار بي بيكون ثلاث جداول. جدول اسمه راوتنج تيبل بيحط فيه ايه الراوتنج تيبل؟ احسن مسار البيست روت. وجدول اسمه النيبر تيبل وده بيحط فيه مين؟ الجيران اللي بعتوا له هلو صح كده. وجدول اسمه توبولوجي تيبل. لو حد شاطر يقول لي كان الجدول ده اسمه ايه هناك في الاوس بي اف التوبولوجي ده اللي هو اسمه ايه؟ اسمه الداتا الداتا بيز تيبل. تمام ده اسمه التوبولوجي تيبل. بيحط فيه الطرق البقب فبيحط فيه حاجه اسمها سكسسور والفيزابل سكسسور. مش فاهمين حاجه. الطريق والبقب بتاعه عشان لو الطريق وقع يروح يجيب على طول البقب يحطه في الراوتنج تيبل ما يقعدش يعمل حسابات من اول وجديد. هناخدها مع بعض السكسسور والفيزابل سكسسور. يبقى التوبولوجي تيبل ده بيحط فيه ايه؟ ايه؟ اسمه سكسسور لسه ما خدناهوش يا بسوم. اسمه سكسسور اللي هو البيست روت بيسميه سكسسور. وفيزابل سكسسور اللي هو الباقب بتاعه لسه ما خدناهمش هناخدهم واحنا شغالين دلوقتي. ايه السكسسور ده؟ احسن طريق للشبكه. ايه الفيزابل سكسسور ده؟ الباقب بتوعه. تمام؟ طب الالجوريزم شغال بالجوريزم هو اسمه الديول. دي كل حاجه عن الاي جي ار بي. احنا خلصنا الاي جي ار بي خلاص. يبقى الراوتنج بروتوكول اللي هو اسمه اي جي ار بي له كم مكون هنا؟ له ثلاث مكونات. المسج اللي هو بيبعتها، التيبلز اللي بيكونها عشان يحط فيها الانفورميشن بتاعته، الالجوريزم. التيبل فيه ثلاثه تيبل. الراوتنج تيبل بيحط فيه احسن مسار، النيبر تيبل بيحط فيه الناس اللي بعتوا له هلو واستقبل منهم هلو، التوبولوجي تيبل بيحط فيه احسن روت والباقه بتاع احسن روت. الالجوريزم اللي بيحسب له احسن طريق او بيحسب له المترك اسمه ايه؟ الديول اللي هم كانوا مخبينه على الناس ودلوقتي فتحوه. حلو؟
طب تعالوا نكمل كده مع بعض واحده واحده. تعال ناخد كل رساله من دول ونشرح الخمس رسائل قدامنا اهو. اول رساله اسمها الهالو. الهالو الراجل بيبعتها بريوديك. حد شطور يقول لي الاس بي اف كان بيبعتها كل كام وكام؟ كل 10 الله يكرمك، كل 10 و30، مفيش كلام مع بعد باسم، كل 10 و30 مره واحده. الاس بي اف يا معلم بقى، الاي جي ار بي يا معلم، بيبعتها كل 5 ثواني وكل 60 ثانيه. في الشبكات السريعه اللي اكبر من 1.5 ميجا بيبعتها كل كام؟ 5. اهو الاي اي جي ار بي بيبعتها كل كام؟ كل 5 وكل 60. طب في شبكات ال NBA فاكرينها؟ ليه ايه؟ النن برودكاست، مش خدناها دي؟ اهو مالتي بال اكسس، والله خدناها. اللي هي شبكات اللينكات بتاعتها قليلة. ها بيبعتها كل 60 ثانية. اللي هي السرعات بتاعتها بتبقى أقل من 1.5 ميجا. تمام؟ طيب. الـ EGRB عنده هولد داون تايم. كان هناك في الاوس بي اف كنا مسمينه ديد انتريفال، اللي هو وقت الموت. كان كام؟ كان 4 مرات هلو. طب الاي جي ار بي بقى، الاي جي ار بي مسمينه هم بيستهبلوا هولد تايم. الهولد تايمر ده كام؟ 3 مرات من هلو. انا كاتبهم لك جنب بعضهم ليه؟ عشان تفتكرهم. واحد اسمه ديد، التاني اسمه هولد. هلو انترفال كان كل 10 و30، الهلو انترفال هنا كل 65. اهو بيقول لك الهولد داون تايم باي ديفولت يا بسوم كام؟ 3 مرات الهلو. الهلو لما بتنبعت ما بتنبعتش برودكاست، بتنبعت على ادرس كام؟ 24.0.0.10، عشان تروح للناس اللي شغاله مين؟ اي جي ار بي بس. طب لو انت شغال اي جي ار بي اللي بيشتغل مع فيرجن 6 هيبعتها على كام؟ ال 10 دي بنقول عليها ايه؟ و اف اف يعني مالتي كاست، اف اف 02 اي. تمام؟ في حد عنده مشكله كده في السلايد دي؟ عرفنا الهلو؟ نقلب على بعديه. لو حصل تشينج، اي تغيير، الراوتر ما عندوش تايمر. اول ما يحصل تغيير الراوتر يبعت الابديت. الاي جي ار بي من نوع تريجرد، فاكرين تريجرد؟ تريجرد يعني ايه؟ يعني اول ما يحصل تغيير ابعت الابديت، مش شكل الريب ينتظر القطر. تمام؟ فاول ما الراجل ده يبعت الابديت، تمام، بارشل ابديت، اهو الراجل يبعت الابديت، التاني لازم نرد عليه برساله اسمها ايه؟ اكنولج. الابديت بتاعك وصل يا معلم. والابديت بتاعي بارشل، بارشل يعني ايه؟ مش كل الجدول، لا جزء من الجدول. وباوندد، باوندد لمين؟ للناس اللي شغاله اي جي ار بي بس. تمام؟ اي ابديت بينبعت هو ريلايبل، لازم يجي وراه مين؟ اكنولج. انت عارف انا بعت رضا ابديت وما ردش عليا باكنولج، ابعت له ابديت تاني. تمام؟ ياكد ان الابديت وصل وهو شال الشبكه. طب مين اللي بيعمل ابديت اكنولج كده؟ بيخلي الابديت ويجي وراه اكنولج. البروتوكول اللي احنا قلنا عليه دلوقتي اللي اسمه ايه؟ الار تي بي، اللي موجود جنب التي سي بي واليو دي بي. اهو لسه قايلين عليه حالا اهو. اهو البروتوكول اللي هم عاملينه ده اللي بيخلي الرسائل تروح وتيجي ما بين الراوترات اللي شغاله اي جي ار بي. ايه ده؟ هو انت مش قلت لنا؟ ها؟ ماشي. ها ما تيجي تحضر معانا. ها؟ تيجي تحضر معانا. ليه جميل؟ يا عم سيبك من الموضوع، تعالى اكتر معانا. يلا. ايوه لا كمل كمل. ها؟ كمل. عسل. نسي حد؟ ما تسالش على بنات، ما تسالش على بنات ولا ايه؟ لا 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 وعليكم السلام. ماشي ماشي، السلام. طيب نكمل كده بقى يا جماعه مع بعض. طيب الاي جي ار بي مسج بقى بيبقى شكلها ايه المسج؟ كل الكلام ده ما بيجيش الامتحان، بس نشوفه مع بعض كده.
المسج بيبقى فيها فيلد كده اسمه الاوبريشن كود. طب الاوبريشن كود ده بيحط فيه ايه يا محمد؟ مش احنا عندنا قلنا المسج دي خمس انواع؟ بيحط كود يدل على نوع الرساله. يعني مثلا لو هو بيبعت رساله هالو، الكود بتاع الهالو بتاع الابديت يحط واحد، فالراجل اللي بيستلم الابديت يفهم ان ده ابديت تحديث. طب لو بيبعت كويري يحط كام؟ ثلاثة في الفيلد ده. طب لو بيبعت ريبلاي يحط كام؟ أربعة. طب لو بيبعت هالو يحط كام؟ خمسة. فعندنا الفيلد اللي هو اسمه الاوبريشن كود ده رقم بحطه علشان اقول نوع الرساله اللي الراوتر بيبعتها ايه، هل هي هالو ولا ابديت ولا كويري ولا ريبلاي ولا ايه بالظبط. طيب وكمان بنحط حاجه اسمها اوتونوميس سيستم نمبر، فيلد كمان كده مكتوب جواه اوتونوميس سيستم نمبر. ايه الاوتونوميس سيستم نمبر؟ احنا لما نيجي نشغل الاي جي ار بي ان شاء الله على الرسمه بتاعتنا المعهوده اهو، كنا هنيجي نكتب هنا ايه؟ راوتر اي اي جي ار بي ونديله رقم يا معلم. هناك في الاوز بي اف لو انت على كل راوتر حطيت رقم مختلف الاوز بي اف يشتغل. ليه؟ اصل الرقم بتاع الاوز بي اف بيسموه رقم الاوز بي اف او بيسموه البروسيس اي دي على الراوتر. يعني ده رقم الاوز بي اف على الراوتر. انما الرقم بتاع الاي جي ار بي ده بيقول لك ده رقم الاوتونوميا سيستم، ده رقم السيستم بتاعنا كله السيستم نمبر. يعني لو كتبت هنا واحد لازم واحد، لازم واحد على كل الراوترات اللي تحت ادارتك. يبقى الرقم بتاع الاي جي ار بي ايه يا معلم؟ اوتونوميا سيستم نمبر، مش رقم الاي جي ار بي، ده رقم السيستم كله، فلازم يكون واحد على كل الراوترات. ودي سؤال جاي في الامتحان الدولي هتلاقوه موجود معاكم في الاسئله، جايب لك شويه راوترات ومش شايفين بعض وبيقول لك شغالين زي الفل واي جي ار بي وحطيت عليهم كل حاجه، ايه المشكله؟ لو انت رحت عملت شو اي بي بروتوكول هتلاقي الراجل عامل على واحد اي جي ار بي واحد والتاني اي جي ار بي 10 والتالت اي جي ار بي 20 ما يشوفوش بعض. طب لو نفس السؤال جالك في الاوز بي اف امتى ما يشوفوش بعض؟ لو الاريا مختلفه. فالاوز بي اف هتدور على اريا 0 واريا 1 واريا 2، هو ده معايا في نفس الاريا ولا لا؟ اما الاي جي ار بي هتدور على مين؟ على الاوتونوميا سيستم نمبر. فالاوتونوميا سيستم نمبر ده رقم من الواحد لحد 65536 بتختاره انت بمزاجك، بس اخترت رقم تثبته على كل الراوترات اللي عندك في الشركه. تمام؟ طيب بيبعت الادرس بتاعه على كام؟ بيبعت الادرس على كام؟ بيبعت الباكت بتاعته على ادرس 224.0.0.10. طب والماك بتاعنا هيبقى كام؟ مش احنا قلنا كل مالتي كاست اي بي قدامه مالتي كاست ماك؟ 01.0.0.5e10 في الاخر. فاكرين لما قعدت اشرح الحته دي؟ ده الديستنيشن ماك وده الديستنيشن اي بي اللي بيبعت عليه. تمام؟ طيب هو بيشتغل على بروتوكول كامل اي جي ار بي؟ بورت نمبر 88. يعني البورت نمبر اللي هو شغال عليه 88، شكل ما الاتش بي شغال على بورت نمبر كام؟ 80. يبقى احنا عندنا على الاي جي ار بي بحط الاوبريشن كود اللي هو بيدل على نوع الرساله، بحط الاوتونوميا سيستم نمبر اللي هو رقم السيستم، صح الكلام؟ طيب عايزين نعمل بقى كونفيجريشن للاي جي ار بي. نعمل له كونفيجريشن ازاي؟ عايزين نجيب شبكه مش شايفه بعضها خالص، كل فرع شايف اللي حواليه، ونعرف الفروع كلها على بعضها. بس نعرفها بطريقه مين؟ الاي جي ار بي. هنعمل ايه؟ تعال نشوف العمليه اهو. ادي الشبكه المعهوده بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها اهي. خلاص بقى يا عم، اول اخر مره نفتحها بقى دي. وهنيجي نقول له ايه؟ لو جيت على الراوتر ده كده وعملت شو اي بي بروتوكول مفيش حاجه اهو. طب اعمل بينج من هنا لهنا بس، هو مفيش حاجه يا عم رضا اهو. صح، لان الراوتر ده ما يعرفش غير اللي حواليه، لان حطيت ايباد وسكت، لا حطيت لا ريب ولا ستاتيك ولا اي حاجه. اعمل ايه دلوقتي؟ عايز اعرف الراوتر ده على الشبكات البعيده عنه. اعمل ايه؟ فاجي هنا
دليت اهو واجي اخش بقى راوتر كونفيجر الاول تيرمينال راوتر يجي اي جي ار بي واقول له واحد اثبته واحد بقى يثبت على كل الراوترات النتورك اللي حواليك يا معلم 16.1.0 و 16.2.0 والنتورك اللي فوق اللي هو كام 209.165.200.228 ونو اوتو سامري فاكرين الكوماند بتاع نو اوتو سامري ده ليه عشان بدل ما يلخص هو شبكات وحشه على الكلاس الخصها له انا فاقول له نو اوتو سامري ابعت كل واحده متفرطه ليه الاوتو سامري ده كان بيعمل ايه كان بيجمع شبكات غلط كمان يا باسم يعني ايه اهو يعني بص كده لو انت كان عندك شبكه كل الديستانس فيكتور كل الديستانس فيكتور راوتينج بروتوكول للاسف بتعمل الحركه السودا دي مين الديستانس فيكتور راوتينج بروتوكول الريب سواء كان فيرجن 1 او فيرجن 2 او مين الاي اي جي ار بي لوز بي لينك ستيت ما بيعملش سمن طيب بيعمل ايه الراجل ده لو كان عنده شبكه 172.16.1.0 وشبكه 172.16.2.0 ومربوطه بالراجل اللي جنبه ده لما ده يجي يبعت له الابديت يعمل ايه يرجع دول لاصله ويبعت له كده طب زميلك ده سمري السمر اللي بحق ربنا اللي هو كان كده صح لما عملناها سمري 22 لا ده يا معلم بيبعت له 16 بيرجع لك لصه خلاص طيب لو انت عامل سبنيتنج تعمل ايه تقوله نقطه سمري طب انا لو عايز اعمل مانوال سمري كويس بدايه زي ما عملنا في الاوز بي اف في كوماند بيعمل مانوال سمري يعملوا لك مظبوط بقى هنشوف مع بعض فاكر لما عملنا سمرايزيشن في الاوز بي اف هنا هنعمل مانوال سمري بس توقف اللي هو العك اللي هو بيعمله ده فلازم لو انت عامل سبنيتنج تقوله نو اوتو سمري خلاص نيجي على الراوتر انا خلصت الراوتر ده نعمل كنترول زد واي ورايت ده الكوماندات يا عم اهي خلاص انا خلصتها حلو ولا وايل كارد ماسك زي الاوز بي اف ولا اي حاجه خلاص اروح الراوتر اللي بعده اعمل ايه اقول له راوتر انيبل كونفيجر تيرمينال راوتر اي اي جي ار بي كام النتورك اي دي 10.1.1.0 النتورك الثانيه 209.165.200.228 النتورك التالتة 232 نو اوتو سامري خلاص يا عم كده انا خلصت خد ده كوبي كده حطه فين في النوت باد اهو كلام جميل نروح على الراوتر التالت نخزن هنا اهو نروح على الراوتر التالت اهو انيبل كونفيجر تيرمينال راوتر اي اي جي ار بي واحد النتورك التحتي 172.16.100.200.209.165.200.232 ونو اوتو سامري بس يا سيدي كوبي الكلام ده ونحطه فين في نوت باد اهو حلو كده اهو خبر الخط اهو بس يا سيدي راوتر اي جي ار بي واحد النتورك اللي حواليا
اهو 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 وني ايه نو اوتو سامبل. في مشكله كده؟ طيب لو جينا بعتنا باكت دلوقتي من اي فرع لاي فرع هتروح؟ تعال نشوف كده. يلا يا باشا ده راحت يا عم براحت يا عم صح؟ صح الكلام؟ اه. طب تعال نرجع كده للباور بوينت عشان نخلصه. اول حاجه خدناها راوتر اي جي ار بي والاوتونوميا سيستم. ايه؟ هنعمل بقى سامر ان شاء الله. ليه الشابتر الجاي هيبقى فيه بقى الحاجات الادفانس ازاي نعمل اوثنتيكيشن وازاي نعمل سامر. هي راح من غير سامر ماشي، ما انا مش عايز اعمل سامر. انا هنا في الرسمه ما عملتش سامر صح؟ مش ضروري انا بعد كده هعمل سامر ليه بقى؟ عشان اوفر حجم الراوتنج تيبل. ايوه تمام. طيب بيقول لك ايه؟ خد بالك الاي جي ار بي لما بتحط له بص راوتر اي جي ار بي واحد ده الاوتونوميا سيستم، بس كان في كوماند اسمه راوتر اي دي، فاكرينه كان في الاوس بي اف اللي كان كل راوتر له اي دي بياخده منين؟ لا اما تكتبه له بايدك لا اما اعلى لوب باك لا اما اعلى فيزيكال صح؟ الاي جي ار بي ما كانش فيه الاوبشن ده لحد سنه 2013. راح عاملين زي الاوس بي اف بالظبط، ان انت ممكن تعمل راوتر اي دي لمين؟ للراوتر. اهو قال لك الراوتر اي دي عندنا بيتعمل ازاي؟ لو عملت راوتر اي جي ار بي واحد تخش على الراوتر وتكتب اي جي ار بي راوتر اي دي وتدي له الاي بي اللي انت عايز تديه له. طب انت لو ما اديتوش له ياخد اعلى ايه؟ لوب باك. طب انت ما فيش لوب باك اعلى ايه؟ فيزيكال. تاني انا عايز اخلي الراوتر ده اربع وحات، فهعمل ايه؟ الاي دي بتاعه كونفيجر تيرمينال راوتر اي جي ار بي ايه؟ واحد. اي اي جي ار بي راوتر اي دي واربع وحات. لو انتوا فاكرين الموضوع بتاع الاوس بي اف كان اسمه ايه؟ اخش جوه الاوس بي اف وما اكتبش اوس بي اف راوتر اي دي، بكتب راوتر اي دي على طول اربع وحات. طب ما كتبتش يا معلم ياخد اعلى لوب باك، ما عنديش لوب باك اعلى فيزيكال صح كده؟ فيرجن 6 لازم بقى اكتبه فين؟ بالظبط تمام، لانه شايفه محمد اي بي فيرجن 4 اهو. فلو انت عندك شبكه شغاله اي بي فيرجن 6 لازم تكتب الراوتر اي دي تمام. وركز لي اول حته دي يوميها اهو. الراجل ده الاخر عايز اخليه اربع اتنينات، عينيا هنيجي نخش كونفيجر تيرمينال راوتر اي اي جي ار بي 1 اي اي جي ار بي راوتر اي دي اربع اتنينات مثلا. فده كده ازاي اغير الراوتر اي دي بتاع الاي جي ار بي. وقعدنا نتكلم في الموضوع ده كتير في الاوز بي اف، نفس الكلام هو هو في الاي جي ار بي اهو. وما كانش موجود زمان على الباك تريسر جديد الكوماند ده. طبعا هو مش هيغير الراوتر اي دي الا لازم اعمل ريستارت مين للراوتر تمام. طيب في كوماند اسمه النتورك، بعد ما اكتب راوتر اي جي ار بي 1 بكتب النتورك اللي حواليا صح؟ تمام. طيب ساعات ممكن اكتب النتورك وجنبها الوايل كارد ماسك، ده اوبشن. انما في الاوس بي اف كان لازم اكتب الوايل كارد ماسك. فبيقول لك هنا انت ممكن تكتب النتورك زي بتاع الاوس بي اف، نتورك والنتورك اي دي والوايل كارد ماسك، او تكتبها من غير مين؟ الوايل كارد. بيشرح لك هنا ازاي تجيب الوايل كارد ماسك. بجيب السبنت ماسك واطرحه منين؟ بيقول لك اصل الراوترات القديمه ما كانتش بتقبل منك الكوماند بتاع النتورك الا بالوايل كارد ماسك. اهو بيقول لك ايه؟ الفيرجن القديمه الاولد فيرجن. فين يا عم الاولد فيرجن؟ هنا مكتوبه هنا الاولد فيرجن. ما كانتش بتقبل من الحاجات غير مين؟ بالوايل كارد ماسك. اما الجديد يا معلم اكتب اي حاجه او ما تكتبش شغال. سبنت او وايل كارد او من غير حاجه خالص بس هو شغال، هو كده كده بيبعت الشبكه بالسبنت ماسك بتاعها. لان هي عنده الشبكات متخزنه عنده بين بالسبنت ماسك. لانك لما تيجي تحط الاي بي بتحط الاي بي بمين؟ بالسبنت ماسك. عندنا الباسيف انترفيس خدناه قبل كده صح؟ عايز اخلي الاي جي ار بي
ما يبعتش الابديت بتاعه اليمادي ولا اليمادي. هو كده كده هيروح للسويتش، سويتش هيبص انت رايح لمين يا عم؟ 224.0.0.10 ما عنديش حد 10 يوم وقعه. طب ليه لازمتي ابعتها للسويتش؟ فنيجي اهو نخش جوه الانترفيس، لا يا عم انترفيس ايه، اخش جوه الاي جي ار بي راوتر اي اي جي ار بي 1 باسيف انترفيس، وادي له اسامي الانترفيس اللي انا عايزها ايه تبقى باسيف اهي. خلاص كده الابديت مش هيطلع على الاثنين انترفيس دول، كوبي كده ناخدها نحطها فين؟ في النوت باد اهو. حلو كلام جميل. حد في حاجه مجهوله بالنسبه له؟ طيب بتبان فين الباسف انترفيس دي؟ بتبان فين يا ابو حميد؟ شو اي بي بروتوكولز. لو حضرتك دخلت كده وعملت على الراوتر شو اي بي بروتوكولز اهو، شو اي بي بروتوكولز، هنلاقي ايه؟ هنلاقي راوتر اي جي ار بي 1 باسف انترفيس الاثنين اهو. يبقى لو انت عايز تتاكد ان في بس انترفيس ولا لا تعمل كوماند اسمه ايه؟ شو اي بي بروتوكولز اهو. كمل مع بعض. في عندنا عشان اجيب الجيران بتوعي اجيبهم بكوماند اسمه ايه؟ شو اي بي، كان هناك او اس بي اف نيبر، هنا اي جي ار بي نيبر. ايه يا عم ده؟ ده زي بعض بالظبط اهو يا عم. شو اي بي اي اي جي ار بي نيبرز، هيقول لك انت جنبك واحد رقمه 230، ده اول واحد بعت لك هلو اللي هو فوق، انا ما جنبيش حد تاني غيره، فاضل له 13 ثانيه، لو ما بعتش هلو في خلال 13 ثانيه هقول ان هو وقع، لان الهول داون كام؟ لان الهول داون كام؟ كان ثلاث مرات، هو بيبعت الهلو كل خمسه، خمس ثواني يبقى 5 في 3 15 ثانيه اهو. لو انتوا عايزين تراقبوه اهو 14 13 12 11 جاله هلو، جاله هلو حالا اهو، راح قال الثاني 15 شايفه؟ طلع قعد الثاني من 15 14 13 صح؟ اهو بس ده لو عندنا لو انا عندي سيستم واحد، لو عندي بدل الكوميونتي سيستم في ما ينفعش الشركه الواحده لازم يكون فيه سيستم واحد. لو عندك اكتر من اوتونوميا سيستم في شابتر ثاني بقى في سيستم بي اسمه ريديستريبيوشن، ازاي اخد الداتا من السيستم ده ادفرتايز، اعمل لها ادفرتايز في السيستم ده، اعمل لها اعلان هنا، وازاي اخدها من هنا احطها هنا. طب انا لو هعرض هنا، لو انا عندي اثنين على الراوتر هو بيقبل ولا لا؟ ما قبلوش اصلا. يعني انت لو فتحت براوتر راوتر اي جي ار بي 1 واللي جنبه راوتر اي جي ار بي 2 ما يشوفوش بعض اساسا. لا على نفس الراوتر عملت 2 على نفس الراوتر وعملت 2 ما يشوفوش بعض. ما يشوفوش بعض لما باجي اعرض ده هنا يعرف انهي فيهم شو اي بي، يعرض لك 2 واحد اللي فوق والواحد اللي تحت. تمام ماشي، الواحد ده جنبه واحد اليمه الثانيه والاثنين ده جنبه الاثنين اليمه الثانيه، يعرض لك جدولين هم ما يقروش الجدولين بس ما يقروش الاثنين مع بعض. لا ما يقروش بعض، شغل ده مع حاجه ثانيه ولا شغل بس. تمام طيب شو اي بي، بس الكلام ده يا جماعه لسه بدري. شو اي بي اهو نيبرز بيجيب لي الجيران بتوعي اهو. قال لك انت جنبك واحد اسمه ايه اهو، ولسه طبعا ما غيرش الاي دي بتاعه مع ان عامل اربع اتنين لان ما عملتش ريستارت للراوتر. تمام انا عاجبني ان الناس فاهمه يعني بصراحه. ما اعرفش ليه يعني الناس فاهمه ليه. شو اي بي بروتوكول يا رب دايما، شو اي بي بروتوكولز بيجيب لك نوع الراوتنج بروتوكول، يجيب لك الراوتر اي دي بتاعك، يجيب لك كمان الادمنستريتيف ديستانس. حد يفكرني بقى بالبريورتي بتاعت الناس بالادمنستريتيف ديستانس؟ الاستاتيك كانت الادمنستريتيف ديستانس بتاعته كام؟ واحد. طب الرب 120. طب الاوز بي اف 110. طب الاي اي جي ار بي 90.
حلو. طيب الراوتينج تيبل اعرضه ازاي؟ اشهر كوماند عند نفس سيسكو اسمه ايه؟ شو اي بي روت. عايزين بقى نبدا نذاكر بقى عشان نبدا مشروع. شو اي بي ايه؟ شو اي بي روت عشان نربط الكلمه الكلام ده كله مع بعضه اهو. شو اي بي روت. رمز الاي جي ار بي جوه الجدول مين؟ دي. ليه دي؟ اختصار كلمه ديول، لان الالجوريزم بتاعه اسمه ديول. الالجوريزم بتاعه اللي بيجيب له احسن طريق اسمه ديول، مسمينه هم ديول. فالراجل جايب لك ايه؟ الدي اهو. ادا البريورتي وادا المتريك. وهنشوف المتريك ده بيحسبها ازاي دلوقتي. يبقى شو اي بي روت، شو اي بي روت بيجيب لك احسن مسارات عندك لكل ايه؟ لكل الشبكه اهو. اهو. طيب. تعالوا كده مع بعضنا نكمل. الاوبريشن بتاع الاي جي ار بي بقى، ازاي الاوبريشن بيبدا او ازاي الاي جي ار بي بيبدا كلام؟ اول ما الراوتر يقوم من النوم وتشغله اي جي ار بي يقوم باعت للراوتر اللي جنبه هلو. بعت له ايه؟ هلو. طبعا ده الاخر بيبعت له هلو، سيبك ان هو الهلو جاي بعد الابديت، دي غلطه بس. فده لازم يبعت له هلو، يبقوا الاثنين ايه؟ جرين بعض. فالراوتر الجديد بقى هنا يا معلم ما فيش هناك ماستر وسليف زي الاوز بي اف ومين الاعلى ومين الاكبر فاكرين؟ لا، هنا الراوتر اللي بيبعت الاول هلو تمام كده، الثاني بيبعت له ابديت. بالظبط كده، يبعت له ابديت. يقوم الراجل اللي بعت له ابديت ده بعت له ايه؟ اكنولج ابديتك وصل. وده الاخر بعت له الابديت اللي عنده الشبكات اللي عنده، بيقول له اكنولج خلاص يا برنس. اسكتوا بقى. امال ايه اللي بيمشي ما بينهم؟ الهلو بس. طالما ما فيش تغيير يبقى ما فيش ابديت. مش انت قلت له الابديت اللي عندك؟ وانا قلت لك الابديت اللي عندي؟ نسكت بقى. امال نكلم بعضنا ازاي عشان نعرف اننا صاحي لسه؟ ان مصطفى لسه صاحي؟ هلو. تمام؟ اهو خلاص يا جدعان، كل واحد بعت ابديت للتاني، كل واحد جاب البيست روت حطه في الراوتنج تيبل. اسكت بقى. حصل كونفرجنس. يعني ايه كونفرجنس؟ انت عرفت معلوماته وانا عرفت معلوماتك. الاي جي ار بي عكاك في المترك. عكاك. بيحط ايه؟ يحط باند ويتس ويضربها في كي 1، ويجيب باند ويتس يضربها في كي 2 ويقسمها على 256 ناقص اللود، ويجمع كي 3 في الديلي زائد في كي 5 في الريلابيلتي زائد كي 4. قابلني بقى لو حد قاعد حسب. هو يحسب مع نفسه زي ما هو عايز. طبعا الحاجات دي هم مطلعينها بابحاث مش كده الهزر يعني. لا ليه احط دي هنا ودي هنا ودي هنا؟ تمام؟ فاهمين الكلام ده ومش مطلوب منك انت تفهمه. تمام؟ لو انت تعمل سيرش بقى وتحسين وكلام انت قطر تقرا هم عملوا الكلام ده ليه؟ تمام؟ دي يا جماعه المعادله المركبه. لو انت عايز تشغلها، امال هي المعادله الديفولت بتاعته ايه؟ كي 1 في باند ويتس زائد كي 3 فين؟ في الديلي. يبقى دي المعادله السيمبل الديفولت اللي شغاله. طب لو عايز تشغل المعادله اللي تحت في كوماند يشغل لك المعادله اللي تحت. ازاي؟ تعال نشوف مع بعض بقى. تعال نشوف كده مع بعض. ادي راوتر متوصل براوتر، متوصل براوتر اهو. فالراوتر ار واحد ده يا باسم عايز يوصل للشبكة 1600 زيرو 1624. في عنده طريقين، لما يطلع من السيريال، لما يطلع منين؟ من السيريال اللي تحت ده، بيعمل ايه؟ بيحسب المترك بتاع الطريقين. ازاي؟ كي 1 في باند ويت زائد كي 3 في الديلي. طب هو ازاي بيحسب الباند ويت دي؟ على فكره كي 1 والكي 3 القيمه بتاعتهم بواحد، بس انت ممكن تخليها بزيرو. يعني انت مثلا عايز تخلي المعادله بتاعتك كي 3 في الديلي، فتروح للقيمه بتحكي 1 تخليها بايه؟ بزيرو. يبقى المعادله بتاعتك ايه؟ كي 3 في الديلي وخلاص. لو انت عايز تعتمد بس على الباند ويت تخلي الكي 3 بكام؟ بزيرو.
يبقى هو حاطط لك الكي 1 والكي 3 دي ليه؟ عشان تخليهم واحد وزيرو. لو خليتها واحد يبقى انت كده شغلت المعامل بتاعها تمام. لو زيرو ولا زيرو اه بس وخلاص. يبقى انت كده بتقارن الطرق بناء على ايه؟ على الديلي. طب لو انا عايز اقارن الطرق بناء على الباند ويت يبقى خلي الكي 3 بزيرو والكي 1 زي ما هي بواحد. ها حلو. طب انا عايز الطرق تتقارن بناء على الباند ويت والديلي الاثنين مع بعض يبقى الكي 1 والكي 3 بواحد. عامل بالظبط زي الايه الزرار بتاع التسجيل. عايز تشغل ما اعرفش الاوكلايزر تعمل ده تشغله اون وتشغل ما اعرفش ايه اون وتشغل ده اون. وعايز تقفل واحد اوف وما حدش شرحنها كده يعني كده. فالكي 1 والكي 3 خد بالك عشان في واحد شرح على النت بيقول اصل انت ممكن تحطها بواحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره واديني ثلاثه من عندك وكده يعني. لا هي كي 1 وكي ايه بالظبط يعني. يا اما كي 1 بواحد يا اما كي 1 يا اما كي 1 بزيرو. هي لها قيمتين يا اما واحد يا اما زيرو. تمام. لو خدت سنين بزيرو ما فيش معادله. اه يبقى مش هينفع هو مش هيقبلها منك اساسا. طيب بيعملها ازاي بقى؟ بيحسب الباندويت ازاي؟ في الاوز بي اف يا معلم كان بياخد 10 اس 8 على الحته دي صح؟ زائد 10 اس 8 على الحته دي زائد 10 صح؟ لا هو له وجهه نظر ثانيه. ايه وجهه النظر؟ وجهه نظر تحترم يعني. انا طالع من اكتوبر رايح مدينه نصر. فالطريق 6 حارات. جيت عند المحور بقى الطريق حارتين. اهو عديت المحور الطريق بقى 6 حارات تاني. يبقى البندوسي بتاعتي كام؟ حارتين بس. فهو بيشوف اقل بندويتس في المسار كله ويحسب عليه. حلو؟ تمام كده؟ يبقى ايه؟ افتكر الحته بتاع المحور دي. تمام؟ تمام. يعني انا عندي في الرسمه دي البندويتس بتاع السيريال 1.5. البندويتس بتاع السيريال دي كام؟ 1.5. البندويتس بتاع الفص كام؟ 100. لا يبقى المسار ده البندويتس بتاعته كام؟ 1.5. لان 1.5 ميجا دي الاقل من 100 باخد الاقل. اهو فيقول لك البندويتس بتاع المسار ده 10 اس 7 على البندويتس بتاع المسار اللي هي كام؟ 1.5 في 1000 في 1000 بالبت. يبقى هنا ده 10 اس كام؟ 7. في الاي اوز بي كان 10 اس كام؟ 8. القيمه اللي طالعه هنا يا بسوم ياخدها يضربها في الكي 1. وانت شايفين حاطط البندوس في المقام ليه؟ حدش قادر يقول لي؟ عشان كل ما الطريق البندوس بتاعته كبرت كل ما الخارج من الكسره يبقى صغير. واحنا بناخد المترك القليل فكل ما المترك صغرت كل ما البندوس كان كبير. معايا رغيف عيش قسمته على اتنين انا ورضا كل واحد ياخد نص. طب انت ومحمد دخلته في الليله كل واحد ياخد ربع. فكل ما اقسم على قيمه كبيره الرقم اللي طالع بقى صغير. وانا فعلا باخد الطريق الاقل مترك. فالطريق اللي يبقى اقل مترك يبقى اعلى باندويت. وعشان كده الباندويت مكتوب في المقام. صح كده؟ فهمها بقى. تناسب عكسي. كل ما الباندويت تكبر كل ما المترك تقل. كل ما المترك تقل الباندويت تكبر. صح؟ تمام؟ طيب الديلي بيجيبه ازاي؟ لا الديلي بيجمع الديلي بتاع الحته دي زائد الديلي بتاع الحته دي زائد الديلي بتاع الحته دي. فلو الديلي ده 10 والديلي ده 20 والديلي ده 30 يقوم عامل 10 زائد 20 زائد 30 واقسمهم على 10 ويضربهم في كي 3. طب مش معنى الديلي حطه فوق في الباص لان الديلي حاجه وحشه. فكل ما يزيد يقلل لي في المترك. كل ما اسف ما يقل يقل في المترك. كل ما يزيد يزود المترك فتبقى حاجه وحشه. فالدليل بحطه في الباص ليه؟ لانه حاجه وحشه. انا باخد الطريق الاقل ديلي مش الاكبر ديلي. هو انا اللي قسمتها ايه؟ اصل هو بيطلعها بالملي سكند وعايز يخليها بالماكرو حاجه كده. تمام دي المعادله بتاعته. عرفنا الباند بس بيجيبه ازاي؟ الايه؟ الكسر دي بواحد. واحد. وده بيضربها في كي 1. ده باي ديفولت هي واحد. ولا هي واحد هي كده ما غيرناش ما غيرناش. لو عايزين نغيرها خليها زيرو يبقى انت كده ما دخلتش الديلي معاك. تمام ايه كلها بزيرو.
لو انت خليتها بزيرو هتبقى كلها بزيرو، يبقى دي خلاص ما عادش لها لازمه، بس هو اللي هو الديلي، يبقى الباند اوس شغال باند اوس بس. حلو، يبقى هو بيحسب الباند اوس بتاع الطريق اللي فوق بالطريقه اللي انا قلت لك عليها دي، بيحسب الكوست، ياخد اقل باند ويت ويحط فوق 10 و7 ويضربه في كي 1 ويجمعه على الديلي اللي هو مجموع الديلي مجموع الانترفيسز على 10. يعني مثلا المعادله دي مثلا مثال ادينا 6 مثلا، تمام، دي بقى هتديني 5 مثلا، 10 و7 كام؟ اي اي كان اي كان هيديني 5، دي هيديني ب 6، يبقى الكوست بتاع الطريق 6 زائد 5 11، يبقى الطريق اللي فوق 11. هجيب الكوست بتاع الطريق اللي تحت، والله لو طلع اكبر من 11 اقل هاخده. تمام كده؟ في مشكله كده عند حد؟ طيب تعال نشوف بقى الكلام اللي انا قلته ده كله اهو. الراجل بيعمل ايه؟ روق عليا. ده الديلي بتاع الانترفيس، حاجات ثابته محسوبه من قبل كده. لو انت خارج من 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 انترفيس ايثرنت الديلي بتاعك 1000، لو انت خارج من فاست 100 ملي سكند، لو انت خارج من جيجا 10. طب هو بيحسبها ازاي؟ لما بيجي يجيب الباند ويت بيحط 10 اس 7 على الباند ويت. طب الباند ويت دي اللي هي ايه؟ سلوست باند ويت في اللينك، اقل باند ويت في اللينك. يبقى 10 اس 7 على ايه؟ على الباند ويت. طب الديلي يا معلم؟ لا انت ما تعرفش ان الديلي بيجمعوا السم اوف ديلي ويقسمه على 10. يبقى الباند ويت بيجيب لك ايه؟ اقل، ويحط 10 اس 7 على الباند ويت، الديلي بيقسم بيجمع ويقسم على 10. الناتج اللي طالع من هنا يضربه فين؟ في كي 1، صح الكلام؟ طب والناتج اللي طالع من هنا يضربه فين؟ كي 3. اهي المعادله اهي، بيقول لك الباند ويت زائد الديلي في 256، سيبك من 256 دي، 10 و7 على الباند ويت زائد مجموع الديلي على 10، والخارج ده كله بضربه فين؟ في 256. امال فين كي 3؟ ما هي بواحد يا عم، كان ملهاش لازمه يعني، صح؟ طيب الديول بقى، حد عنده مشكله؟ طب انا يا معلم بقى لو عايز اشتغل بالمعادله الكبيره اللي هي دي، عايز يدخل معايا اللود والريلابيلتي وكده، يبقى اروح على الكي 5 والكي 4 والكي 2 اخليهم بوحايد، وهم بيديفولت بكام؟ بصفار، وعشان كده مش داخلين في المعادله. ما هو اي حاجه بصفر بكام؟ بصفر. عايز تشغلها رصاصة؟ انزل يا معلم الكوماند اهو، متريك ويت تايب اوف سيرفيس، تدي له قيمه كي 1 وقيمه كي 2 وقيمه كي 3 وقيمه كي 4 وقيمه كي 5. حد شاطر يقول لي انا كده شغلت ايه؟ كي 1 بتنضرب في مين؟ طب والكي 2 يا معلم بتنضرب في مين؟ في اللود. كي 2 مع اللود اهي، شايفينهم؟ كي 3 بتنضرب في مين؟ خلاص عملتها بزيرو، مش هاخد دخل دري معايا في المعادله. طيب والريلابيلتي بتنضرب في مين؟ الكي 4 والكي 5 الاثنين بيضربوا في الريلابيلتي، صح الكلام؟ هو بيدفولت عامل ايه؟ عامل الكي 1 اللي بيتضرب في الباند ويتس بواحد، وعامل الكي 3 اللي بيتضرب في الدري بكام؟ بواحد، والباقي بصفار، يبقى كان الباقي ملوش لازمه، صح يا بسوم؟ بس يا سيدي. طيب الديول ده بيشتغل ازاي بقى؟ الديول ده بيشتغل ازاي؟ الراجل ده هشرح حاجه فهمتها فهمتها، ما فهمتهاش كبر دماغك ولا بتيجي في الامتحان، زي ما بقول لك كده والله، تمام؟ اي والله زي ما بقول لك كده، بس انت هتفهمها يعني ان شاء الله. بس في ناس بتلف معاها، في ناس بتلف معاها. انا يا معلم رحت يا بسوم عامل ايه؟ عامل طريق من تحت اهو، جيب مؤجر وصلت فايبر ثانيه اهو، ومدخلها ايه؟ اي بي اهو، هاجي على السيريال ده واقوم عامل ايه؟ كونفيجر انيبل كونفيجر ترمينال انترفيس سيريال 0 على 2 على ايه؟ على 1. اه اي بي ادرس 209 165 200 دوت 237 255 255
255 252، صح؟ وكلوك ريت 64000 بيت بير سكند وموشن داون. كلام جميل. ندخلها جوه الاوز بيت بالمره. اكزت الاي جي ار بي راوتر. ايه 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 بس اللي حصل؟ هو بص لي عايز اقول لك بقى معناها بقى هو قاعد مستني ايه هو بقى مستني ليه الاخبار دي 265 236 هشرح لك انت لوحدك يا باسم بلاند فيه. انا عارف والله. هشرح لك لوحدك بلاند فيه. طيب هنيجي على الراوتر ده اهو ونحط اي بي راوتر اهو. كيبل كونفيجر تيرمينال راوتر اي اي جي ار بي 1 النتورك 209 165 200. طيب مش مشكله هنحط له اي بي دي. لا اكزت وبعدين نقول له انترفيس فور سيريال 0 على 2 على 0 اي بي ادرس 209 165 200 238 255 55 ونو ايه ماشي. حلو الكلام. لما الرجل ده يجي يكلم الرجل ده هياخد انهي طريق؟ اوبا خد الاحسن في المتريك. تمام. طيب الاي جي ار بي يا جماعه لما بيجي يعمل العمليات بتاعته بيحسب المتريك بتاع ده ويحسب المتريك بتاع الطريق اللي فوق، والاقل فيهم في المتريك ده احسن طريق بالنسبه له، ياخده يحطه فين؟ في الراوتنج تيبل. سؤال بس عليا، طب والطريق الثاني اللي حسب له المتريك ده يرميه؟ في الريب كان بيرميه في ما كانش بيروح يحسبه تاني في الاي جي ار بي يا معلم. بقى بياخده ناصح ويحطه في الباك اب تيبل علشان لما اللي تحت يقع ما يقعدش يحسب باندويتس من اول وديلي ويطلع روح يضرب في كي 1 ويعمل ما اعرفش ايه، يبقى عنده جاهز من التوبولوجي تيبل يرقيه يحطه في الريب. ايه؟ كل واخد اقل متريك. السيمتريك دي عندنا اسمها الكوست يا باسم. فكل بروتوكول بيحط في دماغه ان المتريك دي الكوست ويحسب عليه. ها في مشكله؟ طيب الديول بقى شغال ازاي وبيعمل ايه؟ تعال نشوف كده اللي بقول لك عليه، الحته اللي بقول لك عليها اللي هي الجميله دي. انا عندك راوتر اهو، راوتر اهو، راوتر اهو. حلو. ودي الشبكه اهي. التكلفه بتاع الحته دي A1 الكوست بتاع دي، وبتاع دي A2 وبتاع دي A3. التكلفه بتاع الحته دي اهي A5 او A4. حلو. فالراجل راح جمع الطريق اللي فوق A1 زائد A2 زائد A3 اللي هو الكوست يعني، وقال لك ده طلع بX، وجمع التكلفه بتاع الطريق اللي تحت اللي هي A4 زائد مين؟ طلع بواي. فلو اكس يا معلم كانت اكبر من الواي يبقى كده الطريق اللي تحت احسن، صح؟ يبقى اللي تحت اقل. بنسمي الواي ده اهي فيزابل ديستانس. فيزابل ديستانس لما تجي لك في الامتحان يعني ايه كلمه فيزابل ديستانس؟ يعني المتريك بتاع البيست روت. يبقى كلمه فيزابل ديستانس بقى صوبها ايه هنا؟ هو راجل تعبان في دماغه عمال يغير في المصطلحات وخلاص. الاي جي ار بي المتريك اوف ايه؟ اوف بيست روت. طب البيست روت انا بقول عليه ايه؟ البيست روت اهو بقول عليه البيست روت، بديله كلمه سكسسور. يقول لك الطريق اللي تحت ده هو اللي هو سيريال 0 على 2 على 1 ده بقى السكسسور بتاعي اللي هو الايه؟ اللي هو الاكس. لا اللي هو الواي. الواي بقى اللي المتريك بتاعته بواي. خد بالك الواي دي الكوست يا مصطفى. انما الطريق هو اللي هخرج منه بقول عليه سكسسور. يبقى السكسسور المتريك بتاعته اسمها ايه؟ فيزابل ديستنس. اللي هي بواي اللي هو الطريق تحت ده اهو. اللي هو الطريق تحت ده اهو. ده السكسسور. ده السكسسور. حلو؟
فانا بسمي الطريق كويس سكسس المتر بتاعته بسميها فيزيبل ليست. حلو كده يا عم محمد، انا قلت حاجه غلط مسميه. طيب والطريق الثاني اللي فوق، الطريق الثاني اللي فوق هياخده باكب لو علي. الطريق الثاني اللي فوق ممكن ياخده باكب، الباكب ده بنسميه ايه؟ بنسميه فيزيبل سكسسور. يبقى الطريق الباكب بسميه ايه؟ فيزيبل سكسسور. اللي هو هنا مين البورت؟ مين البورت ده اهو صح، البورت الباكب ليه؟ اللي هو المتر بتاعته كان بكام كله؟ بإكس. ها صح يا بسوم، الطريق اللي تحت سكسسور لانه اقل متر، الطريق اللي فوق فيزيبل سكسسور. قال لك الديول ده عفريت، لازم يتاكد ان الطريق الباكب ما فيهوش لوب علشان ياخدوا باكب، لو كان فيه لوب ما ياخدوش باكب. تاني بقى اهو، دي حته بتيجي ما بين السطور كده مش اي حد بيشرحها. الديول ده يا معلم بيجيب لك طرق فري لوب روت، يعني طرق خاليه من اللوب. طب ارسم لكم رسمه، لو انا عندي رسمه كده وراوتر كده وراوتر كده وراوتر كده كده والشبكه ده، بذمتك الطريق اللي تحت ده ينفع يكون باكب للي فوق؟ ها ينفع للشبكه دي مثلا اللي فوق ينفع يكون باكب للي تحت؟ طب لو انقطع هنا فين الباكب بقى اللي عندك؟ صح يا معلم؟ فهو لازم يتاكد ان الرسمه دي مش موجوده. لو خد اللي تحت يا عم محمد شغال وخد اللي فوق ليه باكب، هو كده مرتاح وحط في بطنه ايه بطيخه صيف. طيب يا معلم انا مش هقطع لك لا من هنا ولا من هنا، هقطع لك من هنا، ينفع ده يكون باكب لده؟ ينفع يا اساسا ده في لوب اهو، طريق في لوب اهو. لو الطريق ده موجود مع انهم طريقين هو شايفهم طريقين، الديول ما ياخدهمش، ما ياخدش التاني، ياخد واحد بس احسن واحد فيهم والتاني ما ياخدوش باكب. هو يعتبر طريق واحد تمام كده، هيختار واحد منهم. اصل ده ممكن يعملوا لوب. لوب ازاي؟ لو انا خدت الطريق التاني ده تمام كده، فلو بعت الباكت كده كده مش هتمشي، مش هتمشي، ما ينفعش يكون باقه. طب هو بيتاكد ازاي ان الطريق ما فيهوش لوب؟ هي الحته بقى اللي جايه دي اللي فيها حقنا شويه. بيقوم شايف معادله، بيحقق معادله عشان يبقى باقه، لازم يحط الباقه ده في معادله، لو حققها ياخده باقه، ما حققهاش ما ياخدوش. لا لا لا، المعادله اسمها ايه؟ بص كده، لازم يكون الريبورتد ديستانس. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ ريبورتد. يا سلام لو فهمت الحته دي، يا كده خلصنا الاي جي ار بي. لازم يكون الريبورتد ديستانس اقل من الفيزيبل ديستانس اللي هي بتاعته. الفيزيبل ديستانس طبعا عارفينها اللي هي مين؟ اللي هي واي. اكسلنت. فين الطريق الباكب؟ فين الطريق الباكب يا ولاد؟ اهو اللي فوق ده. يوم حاسب من اول جاره لحد الديستنيشن، يعني يجمع اي 2 على اي 3، مش اي 2 زائد اي 3 ده اللي الراجل بيديهم له، بيقول انا المتر بتاع اللي طريق اسمه اي 2 زائد اي 3، فهو ياخد اي 2 واي 3 يحسب عليهم الاي 1 بتاعته، بيسموها ريبورتد، يعني جاري من جاري. لو المتر من عند جاره في طريق الباكب اقل من بتاعته اللي تحت، ينفع ان هو يكون باكب اقل. لا ما هو من بص من ضبط مع حاجه ثانيه. بص كده، انا عايز اوصل للشبكه اللي ما بين محمد ومصطفى. حلو، عندي طريق، يا اما ادي الباكت لولاء تديها لمصطفى وتوصلها، يا اما ادي الباكت لرضا. فجيت حسبت، جيت ايه حسبت الحته دي لقيتها واي، فعلى طول همشي كده تمام. طب الطريق ده هاخده باقب؟ ما اخدوش باقب الا لو المترك من عند رضا، مش من عندي، من عند رضا لحد الشبكه اقل من بتاعتي، قال من الناحيه ده اخده باكب. شلت الجزء اللي ما بيني وبين رضا، شلت ايه 1 حسب العدل. فهمتني؟ دي بيسموها ريبورت ديس. خلاص يا عم، دي المعادله بتيجي في الامتحان والناس بتحفظها مش فاهمها. في الاختيارات المعادله ان هو بيجيب طرق خاليه من اللوب، فبيجمع 2 زائد ايه كام؟ 3، اللي هم بتوع جاره في الطريق الباكب مش بتوع انا. انا لما جمعت زائد ايه 1 طلع لي ايه يا معلم؟ اكس. وما خدتهاش لانها كانت اكبر من واي، انا مش هجمع عليها ايه 1 مش بتاعتي. هبدا من اول
جاري الله يفهمك. دي بيسموها ايه يا بسوم؟ بيسموها ريبورتد ديستانس. لو اقل من الفيزيبل ديستانس بتاعتي اخده بقى. طب لو ما يجي اقل ما اخدوش بقى. يبقى فيه لوب بالظبط طويل قوي عليا. صح كده. يبقى كده ما فيش لوب لو هي اقل من بتاعتي. لو في لو طلع اكتر. طيب لو جينا على الرسمه بتاعتنا انا كده خلصت الديول. يبقى تاني نلخصه كده بسرعه. لخصه بسرعه كده. عندنا السكسسور اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ احسن احسن مسار. طيب عندنا المترك بتاعته اسمها ايه؟ فيزابل ديستانس. اللي هو مين يا عم؟ المترك بتاع مين؟ بتاع احسن مسار بتاع السكسسور. طيب عندنا الفيزابل سكسسور البقب ده اسمه ايه؟ البقب روت. ما ياخدوش بقب لازم يحقق معادله اسمها ايه؟ اسمها فيزابيليتي كونديشن. المعادله اهي فيزابيليتي كونديشن بتيجي في الامتحان. كونديشن بتيجي في الامتحان باسم ايه؟ اف سي. فيها ايه الفيزابيليتي كونديشن دي؟ ان الريبورت ديستانس من عند رضا يكون اقل من الطريق بتاع ولاء. صح كده؟ اقل من الطريق ولاء ينفع ترضى بقب. حلو يا معلم. طيب هي دي الديول. بيجيب فري لوب روت. يا نهار ابيض فهمت؟ ده كان بيحصل على ضرب نار. ها قول. لا تمام. قول. بس ما هو هم كده كده المعادله دي ما اكيد في رسومات ما بيبقى فيها لوب والمعادله دي ما بتحققهاش. او في رسومات ما فيهاش لوب. تمام بس الطريق طبعا. بس ما خلاص بقى لو في في طريق تاني في طريق تاني في طريق تاني بس طويل قوي مش هاخده بقب. بس لما الطريق كويس يقع ده كان جت الانترفيو مره في سيسكو يقع هيروح يعمل الحسابات بتاعته مره وجديد فمش هيلاقي قدام مش هيلاقي قدامه غير مين غير اللي موجود اللي ما اخدوش بقب هياخده. اه يعني زي ما فكرت هي فعلا موجوده في ورست كيس لي في ورست كيس لي. ها خلاص كده تمام تمام. بياخد احسن واحد واللي بعده الفيزابل سكسسور اللي بعده الفيزابل سكسسور اللي بعده الفيزابل سكسسور. لو في اكتر من بقى بياخدهم بس لازم كل بقى بيحقق مين المعادله. طب انا لو عايز اشوف الطريق البقى بقى يا معلم وعايز اشوف الطريق اللي فوق ده اتاخد بقب ولا لا حقق المعادله ولا لا. يعني ما هو ممكن يكون الطريق اللي فوق عندي ده اهو ما حققش المعادله في الرسمه بتاعتنا يا اولاد اهو. يعني ممكن يكون الطريق ده البيست. طب ودلوقتي لو هنا هنا وهنا 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 ايه المشكله يعني اعمل ثلاثه تمام. فلما اجي اعمل المعادله اللي هي الثانيه دي اللي هو احسن من من دار لسه قايل من جنبه لا لسه تمام لسه قايل من اللي بعد على طول من اللي بعد اه هيلاقي مثلا طويل اطول من ده اه فهو كده المعادله مش هتحقق ما ياخدوش. ما هو ممكن يكون عارف انت ممكن الرسمه دي دلوقتي ما لقوش بقى يعمل معادله الراجل دي الثاني لو الطريق اللي تحت وقع يا يقعد يحسب الحسابات اقوله جديد ما لقاش قدامه غير اللي فوق اللي ما كانش خده بقب فيأخره شويه. لو كان واخده بقب لو كان واخده بقب كان خده على طول. ما فيش بقب صح. ها طب تعالى نشوف كده هو البقب بيتشاف فين. بيتشاف في جدول اسمه شو اي بي اي اي جي ار بي توبولوجي. شو اي بي اي جي ار بي توبولوجي. الجدول ده يا جماعه بيبقى فيه السكسسور والفيزابل سكسسور انما الراوتنج تيبل بيبقى فيه مين السكسسور بس. تاني انا بقولها كلكم قاعدين دلوقتي متصورين ان الجدول ده فيه الباقب بس. لا ده فيه كل طريق كويس وتحته الباقب بتوعه. يبقى ده فيه كل الناس ده كله فيه كل الناس السكسسور والفيزابل بتوعهم. اما الراوتنج تيبل فيه مين احسن طريق بس. لا الراوتنج تيبل مفيش غير احسن طريق بس. اه انما التوبولوجي في احسن طريق والباقة. طيب انتر بقى كده. هو انا رايح للشبكة مين؟ رايح للشبكة مين؟ رايح للشبكة 172 16 100. هو خد سكسسور مين؟ اللي تحت. طب هل خد اللي فوق ده بقب؟ بصوا اهو فين 16 100 اهي
يا نهار ابيض ده لها وان سكسسور بس والمتر بتاعته اهو بس ملهاش طريق بقب لان الطريق اللي فوق ما حققش المعادله مع انه ما فيهوش لوب بس لما جه حسب المتر بتاع جاره لقاها اكبر اكبر من او يساوي تحت اكبر او يساوي تحت ما هو لازم تكون اقل بس هي فعلا او يساوي كم هي فعلا يساوي لو انت ناصح كده يساوي بص يا معلم بص مش ده هيعدي على سيريال وهيعدي على فاست اللي فوق هيعدي على سيريال وعلى فاست فالاثنين بيساوي بعض صح صح كده فمش هياخده احنا قلنا المعادله اقل من بس انما لو اكبر او يساوي ما ياخدوش فما خدوش بقى ابو حميد طب الحل ايه طب ما فيش طريقه ينفع اعدل بقى ينفع تعدلوا الطريق ده بقى ينفع ينفع ازاي انا عايز الترافيك يطلع من فوق كنا في الاوس بي في بنعمل ايه بنغير في الباندويت صح هنا برضو هغير في الباندويت بدل ما هي 1.5 اخليها كام 2 ميجا اهو بس خد بالك انا هتغير في الطريق كله بياخد اقل باندويت فاجي اهو فاكرين الكوماند بتاع الباندويت كونفيجر تيرمينال انترفيس سيريال 0 على 2 على 0 باندويت كده 2000 كده بالكيلو لان الباندويت بتكتب بالكيلو لو انا عايز اعملها 20 ميجا يبقى ازود كمان صفر صح مع 20000 كيلو صح اهي 20 ميجا اهي هي كده 20 ميجا اضربها في 1000 بقى بالكيلو انا كده خليت السيريال اللي جنبي ده 20 ميجا طيب هخلي ده اخر 20 ميجا ماشي هلعب له كده في الباندويت خليه يطلع من فوق اهو انيبل كونفيجر تيرمينال انترفيس سيريال 0 على 2 على كام على 1 باندويت 20000 اي قيمه تعال نشوف كده يا محمد هو انت كده غيرت في المترك يلا يا معلم يلا يا معلم اهو اوبا طلع من فوق ماشي خدت بقى اللي تحت بقب نشوف نخش جوه مين التوبولوجي اهو شو شوف بس كده فين المية الله لها مين وان سكسسور ولها واحد تحت بقب بس المتر بتاع تحت كام 21000 اما المتر بتاع فوق كام 11 الواي والاكس همت شايفهم بس الريبورت الديستنس اللي جالي من جارب كام 2000 اقل من 11000 وعشان كده خدناها ايه خدناها بقب ايه اهو الحته الثانيه بتاع رضا ايه اقل من الطريق كله بتاعي اهو تمام ما هو يعني لو جينا بصينا كده خدنا دي كده كوبي عشان الناس تفهمها وحطيناها فين يا معلم في الوورد بدل اهو خدها واحده واحده بقى بي يعني كلمه باسيف يعني ايه باسيف يعني الديول دور على طريق الشبكه دي وخلص طب لو لسه بيدور كنت هتلاقي الباسيف دي مكتوب جنبها ايه يعني اكتيف يعني لسه الديول بيدور لها على طريق يبقى لإما بي لإما ايه ايه حلو البي البي بس لوحدها لا لو باسيف اكتيف لو اكتيف يبقى اكتيف بس لوحده إيه؟ لو لقيته ايه يبقى معناه ايه ان هو لسه ما خلصش التدوير لسه بيدور على طريق ماشي وبعدين الشبكه اللي انت عايز تروح لها وقال لك بتحتوي على كام وان سكسسور المتر بتاعته كام كده دي يا جماعه اللي في الرسمه بتاعتنا سميناها واي كلام جميل سميناها ايه واي ده المتر بتاع احسن طريق اللي هو بنسميه مين الفيزابل ديستانس اهو في عندي طريقين واحد عن طريق رضا واحد عن طريق ولاء والتاني عن طريق رضا بس المتر كله بتاع ولاء كام 11000 ما اعرفش كام بتاع 21000 وعشان كده انا فضلت المتر بتاع مين ولاء طب من اول ولاء لحد الشبكه كان كام 64000 من اول ولاء طب من اول رضا 28 فلما 28 كان اقل من 11000 خدته بقب حلو كده ها واقف ليه بس حلو تمام
تمام كده؟ في مشكلة كده عند حد؟ طيب تمام. هذا الكوماند اللي بلعب في الباندويتس مع انه قلته قبل كده، هنفضل حطه في النوت باد اهو. ايه يا ابني عايز ايه؟ عايزين ايه؟ تقول لي بريك دلوقتي صح؟ انا ما اعرفش. عايزين بريك؟ طيب ده زي الفل، نخلص بس الشابتر ده. خدنا الفيزابل سكسسور. الله خلاص بقى يا عم بقى، انت زهقتنا زهقتنا يا عم بقى. ايه رضا ام هايبر يا راجل؟ فيزابل سكسسور ده الطريق الباك اب اللي هو بيسموه ايه؟ لوب فري باك اب روت. طب ليه لوب فري باك اب روت؟ لازم أن يكون محقق معادله اسمها ايه؟ فيزابيلتي كونديشن. ايه المعادله؟ ان يكون الريبورت ديستانس اقل من مين؟ من الفيزابل ديستانس. طب مين الريبورت ديستانس؟ اللي هي المتر بتاع جاري بتاع رضا بتاع الاي جي ار بي نيبر صح؟ هو ده الكلام اللي مجعجص لو كان كده. شو اي بي اي جي ار بي توبولوجي؟ يقول لك هذا لها وان سكسسور، ده السكسسور بتاعك، ده الباك اب بتاعي، ده الفيزابل ديستانس احسن مترك، ده الريبورت ديستانس بتاعتي. اهو بيشرح لك تاني اهو. طيب فاكرين ديباج اي بي ريب؟ لو انت عايز تشوف الريب وهو شغال، في عندنا نفس الكوماند بس اسمه ديباج اي جي ار بي اف اس ام. ديباج اي جي ار بي اف اس ام نفس الكوماند زي الريب بالظبط. الكونفيجريشن بقى بتاع الاي بي فيرجن 6. يا سلام خلصنا احنا كده الاي جي ار. عايزين نجيب رسمه معموله اي بي فيرجن 6 ونشغل عليها الاي جي ار بي. لا حاجه لذيذه وسهله واموره طيب يلا كده. انتوا بقى اللي هتعملوها بقى. فين يا ابني الفيرجن اهو؟ يلا بسوم يلا سقف يا جماعه سقف بس. بص يا معلم بص يا معلم، ها صل على النبي. انيبل حاجه سهله ولذيذه، كونفيجر تيرمينال اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتنج. اول كوماند بكتبه عشان اكتف الاي بي فيرجن 6 على الراوتر مع انه مكتوب من قبل كده. معلش اي بي فيرجن 6 راوتر راوتر اي اي جي ار بي 1. لازم كمان احط له ايه؟ راوتر اي دي هنا صح يا معلم. وبعدين مفيش كوماند نتورك، امال في ايه؟ في ان انا اخش على كل انترفيس واكتب عليها الاي جي ار بي. اي بي فيرجن 6 اي اي جي ار بي 1 وانتر بس اكزيت. اخش على الانترفيس الثانيه اللي هي اللي هي جيجا بقى. عندنا دي راوترات جديده ما فيهاش فاصل. جيجا 0 على 0 اي بي فيرجن 6 اي جي ار بي 1. يا سلام بس كده. والله بس كده يا عم. والله باشا ده برنس، والله برنس. تصور كده الناس بقى ايه كمان اربع خمس سنين كده مش هشرح لهم اسم اي بي فيرجن 4. يا سلام اي بي فيرجن 6 وشات راوتنج بتقول اي بي فيرجن 6 والسلام عليكم. طب بص السنه هنا مثلا 20 ساعه مثلا ولا حاجه، ولا سبنيتنج ولا بي ال اس ام ولا الهري اللي ابنك بقى بس بيقول لك ايه؟ تقول له يا ابني سبنيتنج سبنيتنج مين الراجل اللي جي ار بي فيرجن 6. هقول لك واحد كونفيجر تيرمينال اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتنج اي بي فيرجن 6 راوتر اي جي ار بي 1 اي جي ار بي راوتر اي دي 4 وحايد انترفيس سيريال 0 على 0. الكوماند ده بس اللي بكتبه هو اي بي فيرجن 6 اي جي ار بي 1 وخرجت اكزيت. وبعدين دخلت جوه الانترفيس الثاني هو جيجا 0 على 0 قلت له اي بي فيرجن 6 اي جي ار بي 1 وبعدين قلت له ايه اكزيت. خلاص انا خرجت منه.
اهو اكزت وايه ورايت. بس يا سيدي نروح للراوتر الثاني اهو سي ال اي يا عم حاجه الاجه خالص اهي انيم كونفيجر تيرمينال اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتينج اي بي فيرجن 6 راوتر اي جي ار بي 1 بالراحه عند بس عشان لازم موضوع كده الكتاب بالراحه اي جي ار بي راوتر اي دي 4 2 الانترفيس زيرو على زيرو على زيرو اي بي فيرجن 6 اي جي ار بي ركزوا عشان الكلام ده باين في الفيديو اكزت اكزت انترفيس الثاني سري زيرو على 2 على 1 زيرو على 2 زيرو على زيرو على 1 IP version 6 EIGRB 1 exit انترفيس اللي فوق اللي هو جيجا 0 على 0 IP version 6 EIGRB 1 exit exit right. يا سلام كوبي نحطه فين في النوت باد حلو نروح الراوتر اللي بعده نيبل كونفيجر تيرمينال اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتينج اي بي فيرجن 6 راوتر اي اي جي ار بي 1 اي اي جي ار بي راوتر اي دي كام اربع ثلاثات اكزت ترفيس سيريال زيرو على زيرو على واحد اي بي فيرجن 6 اي جي ار بي 1 وانتر واكزت انترفيس جيجا زيرو على زيرو اي بي فيرجن 6 اي جي ار بي 1 صح كده وانتر اكزت اكزت بعدين رايت اهو كوبي الكوماندات دي كلها نفس الكوماندات بتاع الفور بس اي بي فيرجن 6 ايه ده في حد بره مصطفى شوف حد مين كده بره انت خايف ايه اه الراوتر الثالث اهو تمام نيبل ترفيس ها فيرجن 6 اكزت في حد طيب بس طيب يلا 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 ويكسيت وبعدين رايت انا مش دعوه حد يلا حلو الكلام كده هتلاقي الرسمه بتاعتك دلوقتي كلها اشتغلت اي بي فيرجن 6 طب لما نيجي نحط اي بي بقى للجهاز ده هنحط له اي بي كام ايه ده ما تحطوش اي بي عام واحد بقى صايع بقى يقول لك طب هنعمله دي اتش سي بي والله ابن عسان يلا طب ايه رايكم نعمله بالطريقه الاولانيه اللي هو الاستاتلس ماشي اهو هنيجي هنا
ونقول له كونفيجر السلام على سجل تفتح النفس اي بي فيرجن 6 دي اتش سي بي بول هنسميه ايه كايروس لاك وبعدين اكزت وبعدين اقول له انترفيس فاكرين جيجا 0 على 0 اتفرجوا على الفيديو بتاع دي اتش بي فيرجن 6 اقول له ايه اي بي فيرجن 6 دي اتش سي بي سيرفر اسمه ايه كايرو سلاك بس يا عم بس كده هيوزع اي بي لوحده يا معلم اهو يلا كده يا نهار مش بكوماندين اتنين يلا مصطفى سلوك جاهز سلوكك يا معلم طخ 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 اهو حط كابلتك يا عم الاي بي فيرجن 6 مش عايزك تعمل حاجه عايزك تقعد باشا اهو 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 بص كده تعالى يا معلم الجهاز اهو ديسك توب اهو 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 يا معلم خلاص بقى لا تحت 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 اهو كويس قوي الناس لسه فاكره كويس قوي الناس لسه فاكره الاي بي فيرجن 6 بتاع امبارح صح طيب عايزين دور اخر يوزع ايباد على الشبكه دي ايه رايكم نفس الطريقه يا عم اهو كونفيجر تيرمينال اي بي فيرجن 6 دي اتش سي بي بول اسميها اليكس سلاك اهو ما بيقول لك ايه واحد قبل واحد كان لسه بخطبه الجمعه بيقول له هو بيتكلم في ايه قال له في الدين الدربيز اي بي فيرجن 6 دي اتش سي بي سيرفر اسمه ايه طيب بص كده ديسكتوب يا معلم يا نهار ابيض ايه ده ده خد اي بي خلاص ماشي تعال نخلي الراجل ده بقى يكلم الراجل ده شغال ايه اللي مش هيشغله اهو 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 ايه ده مش شغال ليه ايه اللي حصل لا انا هنا طب تعال نعمل بقى ترابل شوتينج يا معلم شوف احنا هببنا ايه يلا لا يا عم شو اي بي فيرجن 6 ايه روت مش جايب ولا حاجه من دي خالص الاي جي ار بي مش جايب معنا خالص فين اي جي ار بي لا والله ما غيرش حاجه طب تعمل شو راننج يمكن غلطنا شو راننج هذا الانترفيس السيريال عملت راوتر اي جي ار بي واحد راوتر اي دي كذا ماشي هو في حاجه بس بسيطه نسيت اعملها اي بي فيرجن 6 راوتر اي اي جي ار بي 1 اي جي ار بي راوتر اي دي 4 وحايد الريزل ده له كوماند اسمه نو شت داون لكل اي جي ار بي لكل اي جي ار بي بيعمل نو شت داون فيرجن 6 بس هو ده الرخامه بتاعته تمام غير بقيه البروتوكولات اهو لازم نعمله له اهو يعني انا هنا اهو احط ايه كوماند اسمه ايه في الراوتر بتاع القاهره نو شت داون اهو فين يا عم الاجا 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 فين كايرو كايرو اهو اي جي ار بي 1 حطيت له الاي دي قبل ما اخرج يا استاذ اعمل له ايه نو شت داون طيب نفس الكوماند ده احطه فين على الراوتر ده اهو كونفيجر تيرمينال كويس قوي ترابل شوتينج على طول بتفكرك اي بي فيرجن 6 راوتر اي اي جي اي جي ار بي 1 اي اي جي ار بي لا اعمل نو شت داون خالص بس انا بكتبها عشان افكرك بيها بس نو ايه نو شت داون حلو لازم اروح على الراوتر التاني اعمل ايه
نو شوت داون اهو ده بتاع طنطا اهو فتح طنطا كده اهو فين طنطا 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 اهو اهو يا معلم الاي دي ودي له نو شوت داون هو ده اللي رخم كده ما بقيت دون عن كل الراوتينج بروتوكول. طيب الراوتر ده هو لازم اعمل له ايه نو شوت داون هقول له اكزيت اي بي فيرجن 6 راوتر اي اي جي ار بي 1 اي اي جي ار بي راوتر اي دي مش هم على فكره تكتب كل الكلام ده تاني نو ايه نو شوت داون بس وخلاص كوبي ونحطه فين في الراوتر بتاع اسكندريه فينه طب هو كده يشتغل يعني اه بالظبط اشتغل ما اشتغلش بقى ده بتاعت ربنا حلو الكلام تعال نعمل شوهيه كده جميله اخرج من هنا كده روح لهنا واعمل لي شوهيه حلوه كده بدا يجيبوا المكنه بدات تجيب اهي شو شو اي بي فيرجن 6 روت اي يا عم بقى صح رمز الدي اهو اهو الدي اهو يا معلم طب لو عايز اجيب التوبولوجي تيبل شو اي بي في 6 اي اي جي ار بي اي توبولوجي ايه ده ليه مش موجود ليه تعال نشوف كده مش موجود ليه يمكن الكوماند مش موجود لا يا عم والله موجود اهو توبولوجي شو دي اكتب ليها صاصه ده اهو غريب هو معمل له الكوماند مش موجود مع انه الكوماند موجود شفت لا مش واحد والله الكوماند موجود على طول بس دي ممكن يكون لا مش واحد المفروض اعمل توبولوجي كده واعمل كده يجيب اهو جاب اهو كان مهنك بس بتحصل كتير في احسن عائلات اهو وشو اي بي فيرجن 6 بروتوكول يجيب لك الراوتينج بروتوكول شغال اي جي ار بي والكات يا معلم شايفهم تمام طيب شو اي بي فيرجن 6 اي اي جي ار بي نيبر يجيب لك الجرام بتوعك صح تمام ابعت باكت بقى يا معلم من هنا لهنا عايزين نشوف الباكت وهي طايره بقى اهو ده باكت اي بي فيرجن 6 يا بسوم اهو يا معلم يلا صح كده معلش انا بس افتح بس نعمين اعمل ايه اعمل ايه افتح بس نشوف النيبور تاني النيبور حاضر اهو هما مستخدمين اللينك لوكال فين اهو تمام ماشي مش احنا قلنا كل الجهاز بيبقى ليه الاي بي على الوقت الواحد لا بس هنا لوجو هنا لما بيجي يشوفه بيشوفه باي بي واحد بص كده انا لما اجي اشوف النيبر بتوعي انت ليك اتنين اي بي لما اجي اكلمك هبعت لك اللينك لوكال بتاعي بس 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 تمام لما ليا اتنين اي بي حلو الكلام اهو نفس الكلام اي بي فيرجن 6 هو الاي بي فيرجن 4 ازاي بنحط اي بي فيرجن 6 للانترفيس ازاي بيشغل الاي بي فيرجن 6 ونوصل داون في الاخر صح كده اجي على كل انترفيس واقول له الاي جي ار بي ورقمه الاي جي ار بي ورقمه مفيش كوماند نتورك حلو الكلام تمام شو اي بي فيرجن 6 اي جي ار بي نيبر يجيب لك كل جرانك شو اي بي فيرجن 6 بروتوكول يجيب لك الراوتنج بروتوكول اللي شغال وعامل بس بانترفيس ولا لا وعامل ايه بالظبط شو اي بي فيرجن 6 روت يجيب لك الراوتنج تيبل والسمري بتاع الشابتر ناخد البريك بتاعنا ونيجي نكمل بقيه الشابتر التاني.